السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد كثير منكم ردي على عبد الله، على إيش اسمه، قلت عبد الله لأني كنت أرد على عبد الله رشدي حتى المواد يعني الموجودة، ردي على محمد بن عبد الواحد الأزهري، وشاهدوا أن المقطع انحذف. كيف انحذف ولماذا؟ لأن محمد عبد الواحد الأزهري بلغ عنه وادعى كذبا لليوتيوب أنه صاحب حقوق النشر، فبلغ عن الفيديو واليوتيوب حذف الفيديو، وأنا سأتواصل مع اليوتيوب لإرجاعه، لم أتواصل حتى الآن لكي أخذ الصورة أريكم كيف أنه فعليا بلغ عنه. وليس فقط أنا، كذلك قناة شؤون إسلامية أيضا نشروا فيديو عليه فبلغ. طيب أنت إذا كنت يا عبد الواحد يا أزهري، إذا كنت تريد أن تقول للناس لا أحد يرد علي ولا أحد يستطيع أن يرد علي، وأين هم من الرد علي؟ ما كان حد عامل لك يعني قيمة، وكثير يعني الناس يقولون لي لماذا لا ترد، يعني لم أكن معتبرا أنك من الناس الذين يستحقون الرد عليهم حقيقة، لا أقولها يعني تصغيرا لك، لكن هكذا أنا كان في بالي. فعندما يعني لا تواخذني بالكلمة، عملنا لك قيمة وردينا عليك تحذف، وتقول لأتباعك لا أحد يرد علي، لم يرد علي أحد، أين هم من الرد علي؟ أنا أطرح مواضيع ولم يستطيعوا الرد علي. ليس لم يستطيعوا، طيب لما رددنا حذفت وبلغت اليوتيوب وادعيت كذب وأقسمت أن حقوق النشر لك، لأن يوتيوب يطلب منك أن تقسم أن حقوق النشر لك، فأنت أقسمت أن حقوق النشر لك لكي تحذف الفيديو. طب أنا كيف بدي أرد عليك؟ قل لي. اعتاد الناس على نمط من الردود أن نأتي بمقطع مختصر مما نريد أن نرد عليه ثم نرد ونبين الرد. طب أنا كيف بدي أرد هكذا يعني بدون ما أتي بمقطع؟ أستطيع وممكن، وعند ردي الآن أنتهت من تصوير رد على عبد الله الرشدي، فعلت هذا لأن عبد الله الرشدي أيضا يبلغ على الفيديوهات، فهذا لا تظن أنني أنه سيمنعني، بل حتى الفيديو أظن أن اليوتيوب سيرجعه لي. لكن أنت ألا تستحي من نفسك؟ عجزت عن الرد؟ عجزت عن الرد علي فجئت وتطلب من اليوتيوب أن يحذفه ولك كلام أنه لم يستطيع الرد علي؟ تريد فقط أنت أن تفتري على الناس ولا تريد من أحد أن يرد عليك؟ افتريت على أبي إسحاق وافتريت على الشافعي، وكذلك موضوع المناظرة، تقول لا أحد يستطيع مناظرتي. في الفيديو الذي نشرته أحد يعني لعله من أحبائك أو كذا يقول أنك عرضت المناظرة ومن يريد أن يناظر فليناظر، فقال لي لماذا لا تناظره، فقلت يعني لا أذكر نص الكلام سأعرضه لكم، فقلت نعم أناظر مع أنه ليس نظيرا لأهل السنة ولكن سأقبل على أن يكون في موضوع اتباع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو عبد الواحد يرى التقليد وهذه من أصول، أو يكون أظني ذكرت مسألة في الإيمان يعني مسائل الإيمان، لأنه ينتهج نهج الأشاعرة في ذلك، هو يقول أنه ليس أشعر لكن ينتهج نهجهم، علي جمعة تلميذ علي جمعة هو. طيب واشترط أن يكون الكلام بأدب لأنه الرجل، لا أقول ذلك سبة لكن أي شخص يشاهده يعرف أنه قليل الأدب، وأنا من الناس الذين لا يرضون بأن يقل أحد أدبه عليهم. تتكلم بعلم تقول أخطأ وتبين خطأي، ما عندي مشكلة أبقى معك للصبح، لكن أن تسب وتشتم وتسخر كما فعلت مع أخينا ياسر لطفي، هذه لو كنت أمامي أنا أقترع لسانك بيدي، ليس عندي حلم، أنا غير حليم، أنا ليس عندي هذه الصفة، أسأل الله أن يرزقني إياه، فلا أقبل أن أسمع شخصا بهذه الطريقة أنه يسيء، فأشترط أن لا تسيء الأدب، لأنك إذا أسأت ممكن أغلق المناظرة. على العموم فيرد
صاحب صفحة، يمكن يكون أنت يعني صاحب هذه الصفحة، يمكن يكون هو يعني محمد عبد الواحد، صفحة محبي محمد بن عبد الواحد، فيرد أن الشيخ لم يوافق وقال هذا لا يرقى لأن يكون طالبا عندي أو ما شابه ذلك. طيب، يعني هربت من المناظرة، لا مشكلة، وطبعا بأسلوب يعني أنا أكون طالب عندك، أن لا أتكبر، أطلب العلم عند من هو أصغر مني علما، لا مشكلة عندي، قد يكون عند الصغير معلومة ليست عند الكبير، لم نسمعها من الكبار سمعناها من الصغر، لا مشكلة، لكن إيش اللي أطلبه عندك؟ ما أنت أساسا القرآن الكريم أعرضت عنه وأخذت بالمذهب، ما أخذ عنك المنتهى ولا الإقناع ولا إيش أخذ عندك؟ ما الذي أخذه عندك وأنت لا تدل الناس على الكتاب والسنة، تدلهم على المذهب، إيش اللي بدي أخذه عندك لحتى أكون طالب عندك؟ أنت كبيرك مقلد، أكبر شيء عندك أنك مقلد، والمقلدة في آخر يعني مستوياتي، في أدنى مستوياتي من ينسب إلى العلم، مقلد، والمقلد هو الذي ارتضى أن يترك قول الله وقول رسوله وأن يأخذ بقول البشر، هذا المقلد. على إيش بدي أطلب العلم عندك؟ ولا يرضى يعني. فهذا أسلوب معروف يعني أسلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة متكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، أنت تغمط الناس يا أزهري، ولا بدك يا هاي تكون في كتابي من كتابي من كتب البشر لحتى تأخذها؟ هذه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لا، والأخ ياسر لطفي لما رد عليه يمكن بعشر حلقات أو أكثر من ذلك، وأتى بأقوال أهل العلم وفصلها وفندها في تلك المواضيع التي طرحها، وموضوع التقليد والنظر في الكتاب والسنة، عندما رد عليه رد كالأطفال، يسب ويشتم. الرجل أكبر منك علما، أكبر منك قطعا، وسنا أكبر منك، طب استحي يرد عليه يا أخي بكلام محترم، بكلام مؤدب، اعرض أقواله ورد عليها واحدا واحدا وقل هذا القول أخطأ به لكي يستفيد الناس، أما أتسبه لماذا؟ أنت بهذه الطريقة تضيع نفسك، انسى الدنيا ممكن يصير لك أتباع، مسيلمة صار له أتباع، البحيري صار له أتباع، إسلام البحيري، عدنان إبراهيم أتباعه أكثر منك ومن عشرة مثلك، هؤلاء الضلال، وأنت يعني سيصير لك أتباع عادي، أي واحد يطلع بأي فكرة، اليوم أناس يدعون النبوة يطلع لهم أتباع عادي، هذه لا تغرك في الدنيا، لكن في الآخرة يا محمد عبد الواحد، في الآخرة أضلال الناس ودعوتهم إلى غير الكتاب والسنة واحتقارك أهل الإسلام وأهل الدين، هذه عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة يا عبد الواحد. السلام عليكم ورحمة الله.